يعطيكم العافية جميعا، ونرجع نعطي نرجع للمحاضرات. بداية أنا في المحاضرة اللي فاتت أخذنا كيف نفتح ملف وكيف واجهة البرنامج، لكن في بعض الطالبات ما كانوا معايا، ما حضروا المحاضرة المبدئية اللي كانت تعارف ما بيني وبين الطالبات، فححكي شوية أشياء عن برنامج إلستريتور وإيش الأشياء اللي حناخدها ممكن ناخدها في البرنامج، وبعدين راح أكمل إيش بدأ نبدأ في درس جديد. بداية يعني شركة أدوبي هي أكبر شركة مصنعة لجميع برنامج أدوبي، برنامج أدوبي لا برامج التصميم منها أدوبي فوتوشوب لتعديل الصور، انديزاين للكتب والمجلات، دريم ويفر للصفحات الويب، بريمير والافتر للفيديو، ولكل برنامج من هدول البرامج له استخدام. احنا اليوم بنبدأ في برنامج ادوبي الستريتور. برنامج ادوبي الستريتور هو برنامج انا بقدر ارسم والون فيه وبتعامل بإشي اسمه فيكتور. الفيكتور هو نوع من انواع الرسم في فن الجرافيك، هو بيعتمد على رسم المتجهات، يعني بيعتمد على المعادلات الحسابية، وهذا الفيكتور هو دقيق جدا، ويعني انا بقدر اكبر واصغر الملف الحجم تبع الشكل تبع العنصر تبعي كبير او صغير ما بتأثر زي الفوتوشوب. تمام، غالبا الصيغة اللي بتنحفظ فيه هي الـ EPS، ومن اشهر البرامج اللي بتشتغل بالفيكتور هي الكوريل درو والإلستريتور. طيب البيكسل، احنا اخذنا في المحاضرة الاولى التعريفية الفرق ما بينهم. انا رح ارجع احكي، البيكسل هو عنصر اساسي في الصور الرقمية. ايش يعني الصور الرقمية؟ هي وحدة قياس الصورة، يعني هي أصغر عنصر في الصورة الرقمية، هي بتكون على شكل نقطة أو مستطيل صغير، ومجموعة من البكسلات بتشكل لي صورة رقمية، وإحنا بنشتغل فيها على برنامج الفوتوشوب. طيب برنامج الإلستريتور بإيش ممكن أستخدمه؟ بقدر أستخدمه في الشعارات، أنا بدي أعمل شعار لشركة، هوية لشركة بشتغل عليها برنامج الإلستريتور. بدي أشتغل على جميع أنواع المطبوعات، فولدر، رول أب، فلاير، بروشور، ممكن كمان العلب الكراتين تبعت الأدوية، هذا الإنفوغرافيك. بعدين أنا ممكن أقدر إني أكتب الكتابة الحرة بخط الإيد اللي هي الاسم إحنا تايبوغرافي. كل هذه الأشياء إن شاء الله يعني راح أحاول أتطرق لكم فيها خلال الفصل. في منكم على جروب الواتساب طالب من الطالبات بعتت لي إنه في لما بتيجي بتفتح ملف بيكون كده ظاهر لها. زي كده تكون هذه الخلفية الشفافة. هذه الخلفية أنا قلت لما إحنا بنيجي بنعمل ملف جديد من فايل نيو، في هنا بريسيت، يعني أشياء بتكون جاهزة بناء على أشياء رسمية. مثلا أنا بدي أعمل أشياء لموبايل، مثلا تصاميم مثلا لسناب شات، ممكن هنا أشتغلها على أشياء للموبايل. الويب ممكن أعمل مواقع خاصة في الويب، يعني مواقع إلكترونية أصممها. برينت هذه للمطبوعات. فيلم وفيديو هذه بتكون لإيش؟ للأفلام. أنا لما أجي أفتح ملف للأفلام والفيديو زي كده زي ما ظهر لك Art and Illustration، يعني للرسم والهذا بتكون وين؟ في هنا بتكون الخلفية ايش لونها؟ ابيض. طيب انا
احنا اخذنا المحاضرة اللي فاتت، انا لو اجيت دائما انا بداية لازم اكون عارفة ليش بدي افتحه. مثلا بدي اكتب هنا تيست، بدي اسميه، ولازم التسمية تكون بالانجليزي، ما يكون فيها، ما يكون بدايتها حروف، قصدي ارقام او رموز. بعدين هنا انا بدي يكون هنا الوحدة، احنا دائما نشغل بالسنتيمتر، يعني النظام العربي بيشتغلوا بالسنتيمتر او البكسل. يعني ما لو اجيت هنا 1000 وحطيت هنا قديش 1000، تمام. الارتبورد هي قديش عدد الورك سبيس اللي حتكون، انا في هذه المحاضرة راح احكي عنها بزيادة. البليد هي بتكون الحواف مثلا. طيب اعمل كرييت البليد، هي هذه الحافة، هذه اللي احنا انا قلت هذه تخدموها وين في المطابع، او ممكن انا متطرقت لهاش كتير، لكن احنا لما يكون في اشي للمطبوعات يكون ورا الملف في اخر حزب، يكون مثلا في 1 سنتي هذه للمطبعة لو كان بدي اشي ايش اطبع. طيب بداية بدي احكي اشي عن البانيل. ايش يعني البانيل؟ هي الاشياء اللي انا بفتحها وبتساعدني وانا باشتغل. في النسخ القديمة اللي هي 2017 وقبل، هي كانت بتكون هنا مثلا في النسخ. هان انا من انا بجيبها من ويندو، مثلا انا بدي الكلر هيها، تمام. بدي الالاين كمان، يعني المحاذاة. انا هيدي هنا ايش بعادتهم عن بعض. بدي الجريدينت اللي هي التدرج، كل واحدة فيهم بعيدة عن الثانية، لكن انا بدي اياهم يكونوا، يعني امسك واحدة انا بدي اياهم اشتغل على شغلة وهم كلهم يكونوا مع بعض، انا بدي اخليهم كلهم مرتبطين. اجي امسك من هان، تمام. شايفين لما انا اذا سحبتها على فوق جاني خط ازرق، معناته انه هي انت بدك اياها تدخل جوات ولا لا. لو اجيت هنا ايش ظهر لي؟ ظهر لي هيك، حاجة هنا، قلت كل واحد لحال. انا باجي بمسكهم ايش لحال. لو اجيت هنا قربت من هذا الخط هيك، خلى لي ايش مرتبطة. في دايما اشياء خلوها مربوطة زي ما انا عملت عشان تكون اسهل لكم. اجيت هنا حطيت وحطيت. طيب انا بدي هذا، بدي اسكره هيك، بدي اخفيها، تمام. هاي هنا البانل. البانل يعني ممكن في 2017 حتلاقوها هنا، في 2018 و19 و20 مش حتلاقوها، زي حيكون زي ما هو ايش، زي ما فتحته انا البرنامج، حيكون زي كده الواجهة، ما حيكون في هنا بانل. انا بجيب البانل اللي انا بدي اياها، انا بدي اياها تكون كلر بستخدمها اكتر، الالاين بستخدمه برضو، مثلا الارت بورد مثلا محتاجاها. باجي مثلا لو هنا هذا هيك وبدخل جوات الملف تبعي. طيب خلصنا من قصة البانل. هلوت البانل انا بدي اياها دايما تكون هنا، يعني انا في بانل معينة بحب انها تكون موجودة، الكلر مثلا، الالاين. بدي احفظ مساحة العمل تبعتي باسمي، انا حكيت عنها المحاضرة اللي فاتت، راح ارجع واحكي عنها
في منها للورك سبيس تبعتي هي اشياء بتكون جاهزة، في اللي اوت، في للتلوين، في للتايبوغرافي، في للويب. انا هنا خلصت الملف تبعي، الملف تبعي، وجيت هنا ايش عملت نيو ورك سبيس، حفظتها باسمي مثلا ورد، اوكي. وقت ما بدي اياها مثلا رحت على القديمة هيك، رجعت على ورد، رجع لي زي ما هي. طيب هلا في منكو هيك رح تظهر له قائمة الأدوات، وفي منكو هيك حتظهر له. ايش الفرق ما بين الاثنين؟ هنا لما بيكون هيك هو بيعرض الأدوات الرئيسية، لكن كيف بدي أخليها تعرض الأشياء الأكثر من كده؟ بدي أروح على هذول الثلاث نقاط وأروح هنا وأروح على وين Advanced، بيعرض لي إياهم إيش كلهم. هلوقت في إحنا لما نيجي بنشتغل على البرنامج، احنا لو كنا نيجي نشتغل على البرنامج، هي هنا هذه اسمها artboard، هذه المساحة البيضاء اسمها artboard. طيب خلينا نشوفها اكتر، هعمل ملف جديد. artboard هي قديش كم واحدة تكون موجودة بالملف. طب انا وين هذا الاشي بستخدمه وليش ليش بسهل لي في عملية التصميم؟ انا كعميل زبون عندي شركة طلبت منك كمصمم شعار فولدر للشركة، يعني هوية بصرية، بزنس كارد، بدي اياهم كلهم ايش يكونوا في نفس الملف. انا بدي اربعة مثلا، اربعة artboard، لكن هنا ما بيعطيني خيارات اكتر للartboard. في هنا more setting، هنا هقول له هنا تيست، انا هنا الارتبورد اربعة. طيب في هنا اربع ايقونات، ايش هدول الاربع ايقونات؟ هدول الاربع ايقونات يعني هل انت بدك اياه يبدا واحد، انا اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يعني يبدا من الشمال هيك هيك يكون، هيك 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 يكون الاربعة ايقونات، او بشكل عمودي او بشكل افقي او عمودي. انا هخليها مثلا اربعة بشكل من يسار ليمين. السبيسينج يعني قديش بين كل artboard و artboard، هنا مثلا 30. الكولومز هل يحط ليهم كولومز او لا، هي هنا مثلا قديش مقاس كل واحد فيهم. هعمل create document، عمل لي اياهم ايش هاي اربعة. طيب الartboard تبعتي لو اجيت بدي اغير، او بدي اغير مساحة واحدة فيهم، في من طريقتين. هروح هنا امسكه هاي واحدة فيهم، هاي حاجة هنا، هاي الارتبورد هادي اسمها اثنين، انا ممكن اغير اسمها مثلا اخليها رقم اثنين، تمام، واغير حجمها. هاي هاي هنا الاكس والواي، يعني وين موجودة في الملف تبعي بالنسبة للملف تبعي. هاي هنا الويدث والهايت، انا بدي اياه 500 × 300، تمام، وايش اجي اسحب، تمام. رأيت كل واحدة فيهم انا بقدر اتحكم فيها بالحجم تبعها وين احطها مكانها. طيب انا لو كان عندي هذا الملف، هذا الحجم، وبدي اعمل منه نسخة، بدي اعمل منه ايش نسخة، هروح عليه اضغط عليه واعمل بالالت
وشيفت عشان ينسخ لي باستقامة مثلا، اعمل لي ايش في كوبي. لما بدي اجي اعمل كوبي هعمل كوبي لاخر واحد، بعمل كوبي لايش اخر واحد انا اللي انا مسكاه. طيب انا لو مسكت هذا وعملت من هان النيو ارتبورد، عمل لي من اللي انا مسكاه. يبقى انا لما بدي لما اعمل كوبي بعمل كوبي، بعمل نسخه من اللي انا نسخته. لو اجيت عملت من هان النيو ارتبورد للي انا مسكاه، لو انا اجيت مسكت هذا وعملت له نيو ارتبورد رح يعمل لي اعدادات نفس هذا الملف. تمام. يبقى لما بكون عندي مقاس بدي اعمل نسخه منه، يا اما من الت وشيفت وبسحب، يا اما بامسك المساحة العمل تبعتي وبعملها نيو ارتبورد بياخذ لي نفس المقاس تبعها. تمام. هينا خلصنا ايش الارتبورد. طيب رح اجي هنا، هيني خلصت الارتبورد. طيب انا بدي اغير في اعدادات الارتبورد كلهم. لو اجيت هنا document setup edit artboard برجع لي لوين؟ لنفس هذه الواجهة. يبقى لما بدي انا لو ما كنتش عارفة انه هذه من هان هذه الايقونة فيها الخصائص هذه، هروح من file document setup راح يطلع لي ايش الايديت تبعته اللي هي هذه نفس الواجهة. تمام. بقيت نيجي لو انا اجيت رسمت هاي مربع، اول ما باجي برسم مربع دائما دائما ما بيكون لا له لا لون ولا اطار، دائما اول شكل لانه لسه احنا ما اشتغلنا على الملف. لو اجيت هنا ايوه هيك ما حيبين، لو رسمت ما حيبين. رح اجي امسكه، اول ما بمسكه بيعمل لي ايش مربع لونه ازرق. دائما في هنا خيارات، انا باجي هنا قائمة البروبرتيز اللي بشتغل عليها اي لونها احمر. رح اجي هنا بتحكم بالكورنر تبعي قديش يكون الحافة تبعتي. هنا الدايركت سيليكشن انا بقدر اجي امسك واحدة مثلا من هدول واغير، اضغط اسحب زي ما بدي اعمل فيها ايش ما بدي. يبقى هذا السيليكشن تول انا بتحكم فيه كل الجسم اللي معايا، لكن الدايركت سيليكشن انا بختار النقطة اللي أنا بدي أشتغل فيها مثلا. طبعا لكل نقطة أنا بقدر أتحكم في الدوران تبعها. أيوه إجت هنا هنا أيوه طيب. المحاضرة اللي فاتت كمان أنا حكيت عن الطبقات وكيف أنا بتعامل مع الطبقات. هعمل ملف جديد هعمل فيه artboard وحدة، خليه البلد زيرو وأعمل أوكي. طيب حاجي أحكي أول شغلة عن الأشكال. طيب هنا رح أجي الريكتانجل تول، في هنا سهم صغير موجود بقول لي إنه في لهذا الملف لهذا لهذه الأيقونة في تكملة. لو إجيت ضغطت عليه ضغطتين في هنا ريكتانجل تول، الراوند ريكتانجل تول، إليبس تول، بوليجون تول، الستار، الفلير تول. انا بدي اطلعهم، كيف بدي اطلعها؟ في هنا سهم باجي وبسحبه، هنا باجي
اجي بضغط عليه وبسحب. يبقى انا كيف بدي اخذ هذه كل هذه الايقونات اللي موجودين فيها، حاجي واضغط على السهم طلع لي الايقونات هذه اللي هي موجودة داخل الملف. اول شغلة المربع، طبعا كل شكل له بقدر احط له الفيل تبعه، الستروك تبعه مثلا. لو بدي اغير في الستروك طبيعة الستروك تبعه اعمله مثلا هيك هيك، مثلا زي كده مثلا. هذه الاعدادات انا لقدام رح احكي لكم. هي مثلا مثلا في الفوتوشوب اخذنا الستايلات، برضو في الالستريتور مثلا في افكتات بتكون موجوده لإله، مثلا في البلار، في الدروب شادو، كل هذه الاشياء رح ناخذها. هي هنا المربع الراوندد، ايوه. فاجي طيب لو انا اجيت هنا حطيت مربع، برضو انا من المربع بقدر اعمل راوندد. يبقى لو انا مثلا كنت شغاله على مربع وبدي اعمل له راوندد، مش ضروري اني احذفه واعمل راوندد، لا، من المربع نفسه انا بقدر اني ايش احط له الراوندد تبعه، الانحناء تبعه. طيب الليبس تول، الليبس تول هي الدائره. طيب اول ما اجي ارسمها هتجيني بشكل مش متساوي، ممكن هيك تنرسم، هيك تنرسم، ممكن هيك تنرسم. طيب انا كيف بدي ارسمها بشكل متساوي؟ حاجه هنا واضغط شيفت، هلاقي ايش متساوي من القطر. عملت ديليت هذا البوليجون. ايش يعني بوليجون؟ البوليجون هي الاشكال الغير يعني غير منتظمة، نقدر نحكي عنها أشكال منتظمة لكن مغلقة، مثلا خماسي، سداسي، سباعي. طيب أنا هنا هذا الشكل سداسي، لو أنا بدي إياه يكون ثلاثي يعني ثلاث أضلاع، وأنا بأجي برسم، لو إجيت بضغط على السهم اللي بالكيبورد بقلل لي عدد الزوايا، ضغطت على السهم اللي فوق بالكيبورد بيزود لي عدد الأضلاع، تمام. يبقى وأنا بأرسم وأنا لسه ضاغطة ما سبت الكليك تبع الماوس، زائد بزود لي عدد الأضلاع، ناقص بنقص لي قديش عدد الأضلاع. مثلا وأجي أرسم مثلا دائرة جواته، مثلا نغير لونها، حطها لونها أبيض، وأجي إيش مثلا هاي نعمل لها شكل، أليف ستروك. طيب وهكذا الستار، الستار أنا بأجي بأرسمه هيك سهم لفوق، وأنا بأرسم لسه ما سبت الكليك تبع الماوس، وأنا بأرسم سهم لفوق بزود، سهم لتحت بنقص عدد الأضلاع تبعت النجمة. طيب طبعا النجمة أنا بقدر أتحكم بأضلاعها، بقدر إني أتحكم بالدوران تبعها. لو اجيت هنا، اجيت هنا رحت على السلكشن،
ايوه مثلا، يبقى انا بقدر وانا اشغل اي شكل كون له اطلاع حادة، بقدر اني اخليها الها حواف ناعمة. طيب هنا هذا لو اجيت هنا رسمت، بدي ارسم بالاول هنا مربع عشان تشوفوا ايش هو هذا. انا رسمت مربع، الفلير هي الاضاءة، انا حاجي مش اجي ارسم هيك، ما بينفع، بدي اجي اضغط اول ضغطة وبعدين مثلا اسحبه هنا. ايش عمل لي؟ شوفوا كيف عمل لي زي انعكاس، عمل لي ضوء وانعكاسه مثلا. ايوه خلينا نشوف. هاي الضوء وهي الانعكاس تبعه. طيب انا هذه تسمى اشكال مغلقة. ايش يعني اشكال مغلقة؟ يعني انا تتسكر، الها نقطة بداية والها نقطة نهاية، تمام؟ طيب الأشكال المفتوحة هيها هنا، اجت ضغطت. أول شكل عندي هو، نغير اللون مثلا، لون الأبيض نعطيه هنا. اللاين، اللاين هو الخط، والخط هو عبارة عن نقطة، له نقطة بداية وله نقطة نهاية. لو اجيت رسمت وسحبت، باجي برسم وبسحب. طيب في منكو زي ما انا هالوقت عندي ايش؟ مش مبينة. لو اجيت هنا هذا قفلته عشان كل شوية ما، لو اجيت هيك سحبت مبينة، بتبين عندي انها موجودة لكن مش ظاهرة. ليش مش ظاهرة؟ لانه انا هنا مش معطياها لون. لو اجيت هنا اعطيته اللون الابيض وزودت ايش الستروك تبعه وبينت. لو قلت له انا بدي اياك هيك مثلا، شوف كيف. طيب انا هنا الشكل تبعي، طيب انا لو بدي اياه يكون مستقيم اضغط هيك وشيفت، شوف كيف بيعمل لي اياه مستقيم. لو انا هذا الشكل ضغطت ضغطة، طوله 391 بكسل اللي حينرسم، او حسب ما انا ما بدي هي 400. وكيف الدوران تبعه؟ هل بدي اياه يكون مستقيم؟ هل بدي اياه يكون عمودي 90 مثلا؟ ايوه انرسم قديش بشكل عمودي. او انا ممكن اجي اضغط واسحب بالزاويه اللي انا بدي اياها وانا ضاغطه الشيفت عشان يكون مستقيم. طيب الارك، الارك هي الاشكال اللي هي القوس. لو اجيت هنا ايوه باجي بضغط وبسحب مثلا. طيب انا بدي ازود الانحناء او اقلل الانحناء، بدي اجي وانا لسه ضاغطه ما سبت الماوس، لو عملت زائد بزود لي الانحناء، مش زائد على الماوس من فوق، الكيبورد من فوق، السهم اللي فوق بزود الانحناء، السهم من تحت بقلل الانحناء. ايوه مثلا ايوه هيك. طيب مثلا تمام. يبقى الاشكال هذه اللي بتنعمل هي اشكال مفتوحة. الشكل الثالث هو السبيرا، هي الشكل الحلزوني، شايفين كيف؟ ايوه لو اجيت انا بدي ارسمه ايوه وانا برسم
ضغطت على الكيبورد من السهم اللي فوق، إذا لاحظته يعني هو هيك كان مرسوم هيك. أنا بدي أزود عدد الدوائر بالسهم اللي فوق بسكر لي هذا. لو إجيت هنا وضغطت على السهم اللي تحت بيقيم لي إيش من الدوائر. طيب أنا ضغطت، لو إجيت هنا وعملت بالكنترول، الكنترول شايفين كيف الكنترول كل ما قربت بزود لي، بعدت بقيم لي إيش الدوائر. أرجع أعيدها هذه الشغلة اللي أنا حكيت عنها. هنا أجي أضغط هيك على السبيرال، هيها بالكنترول كل ما بعدت عن المركز ببعد لي المسافة ما بين الدوائر، لو قربت بقرب لي المسافة ما بين الدوائر ما بينها. الوقت ممكن أجي أضغط وبدي اياهم يكتملوا الدوائر من النص، فاجي ايوه مثلا لو اجيت هنا كبرت ما بين كل دائرة ودائرة متساوية. طيب الشبكة الجريد، ريكتانجل جريد، هذه ريكتانجل جريد يعني شبكة بتكون منتظمة، يكون مستطيل بداخله أعمدة وصفوف. هذا مش جدول أنا بستخدمه، أنا هذا ممكن أستخدمه مثلا بدي أعمل دفتر، بدي أعمل له شبكة، ممكن أزود عدد الخطوط. لو إجيت هنا ضغطت بالسهم اللي فوق بزود عدد الخطوط، السهم اللي تحت بقلل عدد الخطوط الموجودة بالجريد. طيب هان هذه بتكون شبكة بشكل دائري، لو اجيت ضغطت بالشيفت وانا برسم عشان تنرسم بشكل منتظم، عملت زائد بزود عدد الدوائر، عملت ناقص بقلل عدد الدوائر الموجودة. طيب هل أنا بقدر إني أغير؟ مثلا بقدر إني أمسك أي دائرة وإيش أشتغل عليها. يبقى في الأشكال، في أشكال مفتوحة وفي أشكال مغلقة. الأشكال المغلقة هي الأشكال اللي تكون إلها نقطة بداية وإلها نقطة نهاية، لكن الأشكال المفتوحة هي أشكال غير هي منتظمة ولكن مفتوحة، يعني أنا بقدر أشتغل عليها إيش بكل أريحية. في بعض منكم رح يقول لي جهازي النسخة اللي عندك مختلفة عن اللي عندنا. أي طالبة يكون عندها مثلا 2017 2018 2019 بتواجهها أي إشكالية، مثلا واجهة هي موجودة عندها بمكان تاني وأنا عندي إياها بمكان تاني، أنا رح أحكي لكم مثلا، أو مش عارفة من وين الطول، ها أي أيقونة من الأيقونات أنا رح أقولها من وين هي ممكن تجيبها من الملف. أنا بأشتغل على نسخة Illustrator 2020، النسخة أنا عارفة ممكن أنا مش قادرة إني أحمل لكم إياها على النت لأنه حجمها كبير، لكن أنا راح أحاول إني أرفع لكم إياها على الدرايف وأبعث لكم إياها. الملف اللي عندي إلستريتور هو ملف مكرك، يعني بنزل بكراك، ما بعمله أي كراك، تكون النسخة مكركة. بالنسبة إنه اليوم الأربعاء، يوم الأربعاء ما حيكون في
ما هيكون في نشاط، بس بدي اياكم انكم تطبقوا. يعني انا ممكن اقولكم المحاضرة الجاية طبقوا لي اللي اشتغلناه كله. طيب انا رح ارجع احكي بشغلة مهمة تذكرتها، انه انا بايش ممكن استخدم الاشكال. بستخدم الاشكال لما اجي ابدأ اشتغل بالشعارات. الشعارات هي اغلبيتها بتكون معمولة من الاشكال. ممكن المحاضرة الجاية ممكن نبدأ بشعار معمول كله من الأشكال وأبدأ أحكي عنه، لكن المهم إنه أنتوا تكونوا تطبقوا اللي أنا بعطيكم إياه، وأي سؤال بدكم إياه أنا جاهزة، وبتمنى لكم التوفيق جميعاً، وبتمنى إنكم تكونوا فاهمين، وإذا أنا سريعة بالشرح إحكوا لي، تمام؟ ويعطيكم ألف عافية.